لاقت قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء ترحيبا من قبل الشركاء الاجتماعيين وخبراء الاقتصاد بالجزائر، خاصة فيما تعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومي، ما يهدف إلى الرفع من الأجور وحماية القدرة الشرائية للجزائريين. مريم والي. تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية لما يربو عن مليون موظف بقطاع الوظيفة العمومي قرارة هامة من الرئيس عبد المجيد تبون لحماية القدرة الشرائية للجزائريين ومجابهة الكثير من الاختلالات. جميع تقريبا يجمع على أنه الضريبة على الدخل الإجمالي مرتفعة ومعقدة، وبالتالي كان فيه مطالبة من طرف الشركاء ومن طرف النقابات بأنه يكون مراجعة من طرف الاختصاصيين، لأنه احنا نعرف بأنه النظام الجبائي الجزائري فيه اختلال. الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية ومراجعة السياسة الضريبية من قبل الحكومة يلقى ترحيبا من قبل النقابات التي ترافع منذ سنوات من أجل تحسين الأجور. منذ سنوات احنا نطالب كنقابات معالجة هذا الوضع وإعادة النظر في هذه القيمة تاع النقطة الاستدلالية، إضافة إلى فتح الملف نتاع يعني الضريبة على الأجر. المسؤولين يقولوا أنه تقريبا 40% من إلى 45% من الضريبة المحصلة هي من أجور تاع الموظفين، وهذا بالنسبة لنا شيء غير مقبول. الشريك الاجتماعي يثمن هذه القرارات ويؤكد في المقابل على ضرورة انتهاج هذه الميكانيزمات والتصدي لعامل التضخم. خفض الضرائب يعني هي دائما يعني مطلب تاعنا، الميكانيزمات هو حفاظ على القدرة الشرائية نهائيا وليس زيادة ثم بعد شهر ولا شهرين زيادة يعني تروح في رفع الأسعار في التضخم. تدعيم هذه القرارات يكون حسب الشريك الاجتماعي بإنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية وإشراك النقابات في اللقاءات الثنائية والثلاثية للحكومة.